من جهتها أكدت الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مجتمع واعي أن جلالة الملك المفدى أثبت بقيادته أن البحرين بمصاف أعلى المراتب وفي مقدمة الدول. أقول أن جلالة الملك الله يحفظه باختيار هذا البرنامج لا مؤشر لا دلالة لا معنى، ما اختار نشرة الأخبار، ما أراد أن يكون الكلمة مسجلة ورسمية تنشر أو تعرض عبر نشرة الأخبار، لا، عبر برنامج مباشر وهو يكلمنا بشكل مباشر عشان يقول لنا أنا معاكم، أحس فيكم، متابعكم، جريب يمكم، مشارككم كأنه في بيوتكم. هذه دلالات لها معنى كبير عندنا، نبي نقول لك شكرا يا أبو سلمان، معاك نشعر بالفخر، معاك نشعر بالعزة، معاك نشعر بالاطمئنان وبالأمان. مو غريبة هذه القيادة، تحس هذه ملك الإنسانية. إذا نشوف مو بس الأزمة، من قبل الأزمة وسلمان في قلوبنا من قبل الأزمة، ولكن الظروف اللي تمر فيها أي دولة أو أي مجتمع، خاصة لما تكون ظروف طارئة مثل هذه تبين فيها معادن الناس. أنا كتبت مقال كنت عند في الامتحان، يكرم النظام أو يهان. هذا النظام عندنا جلالة الملك أثبت بقيادته أن احنا نقدر نكون في مصاف أعلى المراتب في مقدمة الدول. لا يغرنا أنه هي دولة صغيرة ولا إمكانياتنا محدودة، لا، في ظل قيادة مثل قيادة أبو سلمان تقدر تشوف مكانة البحرين وين وصلت. شوف احنا كمراتب، وشوف احنا كمكانة في جداول في هذه الأزمة، وين مستوى البحرين صار. شعب البحرين شعب جبار، ما بالك إذا كانت سيادته عند أبو سلمان. شوف احنا في الكادر الطبي التعليمي، شوف وزارة الداخلية سوت، شوف الوزراء. أنا قاعدة يعني باتر مقالي كاتبة أن حتى أدرينالين الحكومة ما شاء الله عالي، وأدائهم ياريت يعني بسم الله علينا، ما بقول دائما كورونا، بس إذا كذي الأزمات تطلع معادن الناس، فإحنا معادننا أصيلة، معادننا ذهب. طلع الشباب البحريني وإبداعاته، طلعت أفكار، حتى مسؤولينا اللي كانوا يسيرون على رتابة معينة شوفهم الحين أدائهم شلون عالي، وكأن فيه فعلا جرعة نشاط وقوة ودفع، وهذا بفضل هالتوجيهات هذه. لولا متابعته الله يحفظه معانا أول بأول كان ما شفت الفريق الوطني البحريني هذه بهذا المستوى. لو ما متابعته الحثيثة ما شفت إن شلون حس فينا في الحزمة الاقتصادية اللي فيها 8 مبادرات ريحت الشعب وطمنته، شلون دعم بكل قوة ولي العهد، شلون دعم بكل قوة حتى الله يحفظها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة لما قامت بحملتها، الكل قاعد يتحرك، الكل قاعد ينشط.